ان شاء الله هراجع المحاضرة 3، ان شاء الله النهاردة المحاضرة رقم 4، ان شاء الله هراجع المحاضرة 3 وبعدين نبدأ في المحاضرة 4 على طول. طبعا خدنا في المحاضرة اللي فاتت حاجة اسمها الورد كلاسز اللي هي مفردات تكوين الجملة، يعني الجملة في الانجليزي بتتكون من ايه. خدنا جملة في الانجليزي بتتكون من اكتر من 8 حاجات، بس احنا ركزنا المرة اللي فاتت على 5 بس، اللي هم الناونز الاسماء، بروناونز الضمائر، فيربز الافعال، adjective الصفات، adverbs الظروف. وخدنا الناونز طبعا الاسماء، اسم اي حاجه. الاسماء 5 انواع: proper noun اسم علم، common noun اسم مشترك، collective noun اسم جماعه، material noun اسم ماده، abstract noun اسم معنوي. خدنا اول نوع من انواع الاسماء اللي هو الاسم العلم. الاسم العلم اسم بيدل على حاجه واحده بس. هنستفاد ايه من الاسم العلم؟ الاسم العلم اول حرف منه كابيتال في اي مكان. وعشان اسهل على نفسي خالص قلنا الاسم العلم 6 انواع: اسماء اشخاص، ايام اسبوع، شهور، اماكن، مواد بندرسها، وفوائد. الاسم المشترك ناس كتير لها نفس الاسم، مثال مثلا اي قطه في الدنيا اسمها كات، اي ولد بوي، اي بنت جيرل، اي قبعه هات. الاسم المشترك ناس كتير مشتركه في نفس الاسم، مش ساعه ما بقول الاسم المشترك بيدل على حاجه واحده. اللي بيدل على حاجه واحده بس اللي هو الاسم العلم. الشيت شغال؟ بعد كده كولكتيف ناون هو اسم الجماعه. اسم الجماعه زي الاسم المشترك بس ما بسال عنه او ما حد بساله عن اي يعني حاجه. اسم جماعه بيقول لي اجابه واحده بس، يعني مثلا بسالك مين كل اللي قاعدين معاك دول، بتقول دول فاميلي، العيله، فريندز، اصحاب. اكزام كوميتي لجنه الامتحان اللي هم اعضاء البرلمان. الماتيريال ناون اللي هي اسماء المواد اللي في الطبيعه، زي اسماء المواد اللي هي في الطبيعه زي الاكسجين، ايرن، حديد، جولد، الذهب، سيلفر، الفضه، وود، الخشب، جلاس، الجزاز، فابريك اللي هم القماش. الابستراكت ناون او الاسم المعنوي، حاجه مش هقدر امسكها بايديا، زي الهيلث الصحه، وبيوتي الجمال، وبافرتي الفقر، وكليفرنس. هنلخص اللي احنا قلناه في الاسماء كله. الاسماء 5 انواع: في اسم عالم، الاسم العالم ده اسم بيدل على حاجه واحده بس. اي حاجه تفهم ان هي اسم بيدل على حاجه واحده بس، او اي حاجه انت عرفت ان هي فكرة كده ان هي بتدل على حاجه واحده بس، يبقى هي اسم عالم وهتعمل اول حرف منها كده. تاني نوع اللي هو الكومون ناون، الاسم المشترك، ناس كتير مشتركه في نفس الاسم، اي ناس كتير مشتركه في نفس الاسم، اي قطه في الدنيا كات، اي ولد بوي، اي كتاب بوك. ساعات ما بقول كلمه بوك يعني كتاب، مش بيجي في دماغي حاجه واحده بس، بيجي في دماغي حاجات كتيره خالص. في اي كتب الدنيا كلها اسمها بوكس او بوك يعني. طيب بعد كده الكولكتيف اسم الجماعه زي الاسم المشترك، برضو في ناس كتير جواه بس ما بسالك عنه، بتقول اجابه واحده بس. مين دول؟ فاميلي، طبعا العيله مش واحد بس، العيله ناس كتير. اكزام كوميتي لجنه الامتحان، لجنه الامتحان فيها ناس كتير بس ما بسالك بتقول لي اجابه واحده بس، دول اكزام كوميتي. بعد اسماء الماتيريال اللي هي المواد، اي ماده حواليها في الطبيعه مش المواد اللي بندرسها، زي مثلا ايرن الحديد، جولد الذهب، وود الخشب، فابريك القماش، جولد الذهب، فابريك القماش، وود الخشب، جلاس جزاز. بعد كده اخر حاجه الماتيريال، الابستراكت قصدي الاسم المعنوي، زي الاسم المعنوي حاجه مش هقدر امسكها بدايه. طبعا احنا عارفين حتى من العربي او دراستنا للغه العربيه اي حاجه في الدنيا لا مادي لا معنوي. مادي اقدر امسكها بدايه زي مثلا ماني الفلوس، مثلا وود الخشب، ايرن الحديد. وفي حاجات ما اقدرش امسكها بدايه زي هابينس السعاده، بافرت الفقر، ريتشنس الغنى. الحاجات اللي اقدر امسكها بدايه حاجات ماديه، الحاجات اللي مش هقدر امسكها بدايه ابستراكت حاجات معنويه. وناخد معلومه من هنا، دايما اي اسم معنوي لا يعد ويعتبر مفرد. اي اسم معنوي يعتبر مفرد. اي اسم معنوي ناخدها ملحوظه كده عشان تريحنا قدام ان شاء الله في هنشرح النهارده اللي يعد واللا يعد. اي اسم معنوي لا يعد وبعامله معامله المفرد كانه حاجه واحده بس. خلصنا الاسماء، نخش على الضمائر. طبعا احنا قسمنا الضمائر 3 تقسيمات: الضمير اي دي احنا بنسميه في الانجليزي بوشين، بيمشي مع الجمع والمفرد، ودايما بنعامله معاملة الجمع في معظم الأحيان. بعد كده في 3 ضمائر سنجلر اللي هم ضمائر المفرد اللي هم الهي والشي والإت، وفي 3 ضمائر بلورال اللي هم اليو والو والزي اللي هم 3 ضمائر جمع. يبقى الضمائر 7، في 3 سنجلر، 3 مفرد اللي هم الهي يعني هو، شي يعني هي، إت غير عاقل مفرد، وفي 3 جمع اللي هو يو أنت، وي نحن، زي هم. وفي بيمشي مع الاثنين بعامله جمع ومفرد، ودايما يعني خدوها عني الضمير اي دايما عامله معامله الجمع، ما بنعملش معامله المفرد الا في حاله واحده بس، هنعرفها قدام ان شاء الله.
بعد كده الفيربز الافعال، يبقى خلاص خلصنا الاسماء 5 انواع: اسم علم، مشترك، جماعه، مادي، معنوي، ضمائر 7، 3 مفرد هي شي ات، 3 جمع يو وي زي، اي بيمشي مع الاثنين، 3 حاجه هناخدها الفيربز الافعال. الافعال برضو 3 انواع: هيلبنج فيربز افعال مساعده، مودال فيربز افعال ناقصه، مين فيربز افعال اساسيه. الهيلبنج فيربز او الافعال المساعده 3 افعال: فيرب تو بي، فيرب تو دو، فيرب تو هاف. يلا ناخد كل التصريفات. فيرب تو بي في المضارع ام از ار، في الماضي ووز وير، تصريف ثالث بن. فيرب تو دو، دو داز وديد، وفي الماضي دو داز مضارع، ديد ماضي، تصريف ثالث دان. فيرب تو هاف، هاف هاز مضارع، هاد ماضي، وهاد برضو تصريف ثالث. المودال فيربز اللي هم الافعال الناقصه، الافعال الناقصه كتير بس احنا هنركز على 4 الاساسيين: كانوا، ميلوا، شالوا، ويل، وكل واحده وماضيها: كان، كود، شال، شود، مي، مايت، ويل، وود. المين فيربز الافعال الناقص، الفعل اللي في الجمله، لو ما لقيتوش فعل مساعد ولا ناقص يبقى فعل اساسي، واحيانا الفعل المساعد ممكن يبقى اساسي. لقينا الجمله ما فيهاش فعل مساعد، اللي هم فعل بي وفعل دو وفعل هاف، لا في لا ام ويز وار ولا ووز ولا وير ولا دو ولا داز ولا هاف ولا كان ولا مي ولا ويل، يبقى الفعل ده اساسي. نخش بعد كده على الصفات. خلصنا اسماء، خلصنا ضمائر، خلصنا افعال، هناخد الصفات. الصفه دايما بتوصف الموصوف، والموصوف بيبقى اسم. دايما الصفه بتوصف اسم، والظرف بيوصف فعل. مكان الصفه لها 3 اماكن: لا قبل الموصوف، لا بعد فعل بي، لا بعد فعل فيه. قبل الموصوف بقول مثلا a good boy، ولد جيد. الموصوف الولد، ان هو كويس او جيد يعني. الصفه اجت قبل الموصوف، قلت a good boy، good اجت قبل boy. او بعد فعل be ممكن اقول the boy is good، الولد ده كويس. او بعد فعل feel مع الحاجات اللي داله، مع الصفات اللي داله على الشعور، زي مثلا I feel happy، I feel angry، I feel tired، I feel thirsty. يبقى بعد فعل فيل مع صفات الشعور بس، او الحاجات اللي بتعبر عن الشعور، انما كل الصفات لا قبل الموصوف لا بعد فعل فيل. الادفيربز اللي هي الظروف، اتفقنا الصفه بتوصف اسم والظرف يوصف فعل. تكوين الظرف بحط له صفه ال واي، صفه اخرها حرف ال ماليش دعوه برضه واحط ال واي، صفه اخرها حرف الواي بحذف الواي واحط اي ال واي. لو كلمه جود لقيتها غيرها لويل، لو فاست اخليها فاست زي ما هي، ايرلي اخليها ايرلي، هارد اخليها هارد، ليت اخليها ليت. وخدنا نوت، ملاحظه في فرق بين كلمه هارد وهارد. هارد يعني بيشتغل بجد كويس خالص، هارد اللي نادرا ان هم بيشتغل. بعد كده خشينا على البي اس او البريزنت سيمبل. البريزنت سيمبل لما نشرح اي زمن لازم نعرف 3 حاجات: الفورم، التكوين، اليوزج الاستخدام، الكويشنز اند نيجاتيف السؤال والنفي. الفورم التكوين في المضارع البسيط بقسم الناس مفرد وجمع. الجمع عشان كتير بدي لهم الفعل في المصدر، والمفرد واحد بس احط له الفعل اس واي اس واي اس. الجمع فعل في المصدر، مثال اي جو تو سكول افري داي، انا بروح المدرسه كل يوم. واحد قال لي طب ده احنا بنتكلم عن الجمع، ايه اللي جاب الضمير اي؟ ما احنا قلنا ان الضمير اي دايما بتعامل معامله الجمع. اي جو تو سكول افري داي، بروح المدرسه كل يوم. ضمائر المفرد امتى احط له الفعل اس؟ مع معظم الافعال. هي بلانتس فلاورز ان ذا سبرينج، هو بيزرع ورود في فصل الربيع. احط للفعل اي اس برضو مع المفرد لو كان الفعل اخر حرف او حرفين فيه واحد من السبعه دول: اس 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 اتش سي اتش او اكس زي. هي جوز تو سكول افري داي، بيروح المدرسه كل يوم. جو اخر حرف الاو واحد من السبعه، حطينا لها اي اس. لو في كونسونانت زائد واي، في حرف ساكن وبعدين حرف الواي، احذف الواي واحط اي اس. هي ستاديز هارد، فعل ستادي اخره حرف الواي والواي قبلها الدي ساكن، يبقى احذف الواي واحط اي اس. هي ستاديز هارد، طب لو الواي قبلها متحرك بقول هي بلايز ويل. البلاي الواي قبلها ايه؟ طبعا تبع الفولز الخمسه: الاي والاي والاي واليو والاو، الحروف المتحركه، عشان برضو نبقى عارفين اي حرف واحد من الاثنين لا متحرك لا ساكن. الحروف 26 حرف، في 21 ساكن وخمسه بس متحرك. الخمسه المتحرك الاي والاي والاي واليو والاو، الواي قبلها الاي تبع المتحرك، اسيب الواي واحط اس. استخدام المضارع البسيط، حقائق علميه، حاجه متفق عليها: ذا ايرث تيرنز اراوند ذا سان، الارض بتدور حول الشمس، او ذا سكاي از بلو، السماء لونها ازرق، كل الناس عارفاها. حقائق ولو مؤقته، حقيقه مربوطه بزمن، ساعه ما بيخلص الزمن ما عادتش حقيقه. زي مثلا اي 11 ييرز اولد، انا عمري 11 سنه، ممكن بعد يوم ابقى 12، ممكن بعد شهر ابقى 12، ممكن بعد سنه ابقى 12.
عادات روتين. اي جو تو سكول اون فوت، انا بروح المدرسه على رجليا. هي اولويز باذرز مي، الولد ده على طول بيضايقني. هو انا متعود كل لما يجابني هو بيضايقني الولد ده، يبقى عاداته روتين. اخر استخدام، الاستخدام الرابع، مواعيد ثابته، ذا ترين ليفز ات 10، القطر بيجي وبيمشي الساعه 10. طبعا قلنا حتى ولو مستقبل بس ميعاد ثابت او ميعاد محترم دايما بيحصل، احطه في زمن المطار البسيط او ذا فيلم ستارتس ات 7. الكويشنز اند نيجاتيف، السؤال والنفي، نفي المضارع، نفي المضارع البسيط دونت زائد الفعل في المصدر مع الجمع، ودازنت زائد الفعل في المصدر مع المفرد. زي ما قسمنا دايما كده، احفظها قاعده، هتقسم في التكوين هتقسم في النفي، هتقسم في التكوين مفرد وجمع، برضه في النفي هتقسم مفرد وجمع. الجمع اي فعل، اي ضمير جمع او اي فاعل جمع هتحط بعده دونت زائد مصدر، واي فاعل مفرد هتحط doesn't زائد مصدر. I don't like fish، انا مش بحب السمك. وحد يقول لي برضو، نسأل كمان سؤال، انت بتقول جمع ليه حط الضمير اي؟ الضمير اي دايما بعامله معاملة الجمع، ما بتعاملش معاملة المفرد الا في حالة واحدة بس، وهنعرفها قدام. doesn't زائد مصدر مع المفرد، دايما احفظ كده، فعل do والافعال الناقصة لازم يجي بعديهم مصدر. يعني بعد do و does و did و can و may و will و let's و to، بعد الثمانية دول بيجي مصدر. بعد دو وداز وديد اللي هم فعل دو وكان وماي وويل وليتس وتو، بعد الثمانية دول بيجي مصدر. هي دازنت جو تو ذا سينما اون فرايداي، مش بروح السينما يوم الجمعة. بعد كده الأسئلة طبعا نوعين، يس نو دبليو اتش، لا هنشرحها بالتفصيل قدام. تكوين السؤال، أنت بتكون سؤال يا إما معناه هل إجابته نعم أو لا، أو سؤال إجابته كلام. اليس نو يبدأ بفعل مساعد أو ناقص، والدبليو اتش سؤال يبدا بكلمه استفهام وبجاوب على حسب كلمه الاستفهام. طب اليس نو، طب في ناس حضرت معانا المحاضره الاولانيه والثانيه والثالثه، عارفين ان احنا قلنا قبل كده طالما في تكوين الزمن ما استخدمتش فعل مساعد او ناقص، يبقى في السؤال والنفي استخدم فعل دو، حتى يمكن حد فاكرها. قلنا قبل كده وانا بشرح تكوين الزمن ما استخدمتش فعل مساعد او ناقص، يبقى انفي واسال فعل دو. طبعا دو يو جو تو سكول اون سندايز؟ يس اي دو او نو اي دو. السؤال اللي بيبدا بكلمه استفهام، بنحط كلمه استفهام، بعدين فعل دو، وبعدين الفاعل، وبعدين المصدر، وبعدين مكملات. What do you do on Fridays؟ انت بتعمل ايه يوم الجمعه؟ I visit my friend سامي and جان. كل يوم جمعه بروح ازور سامي وجان. الكي ووردز، الكلمات الداله على زمن المضارع البسيط زي usually، عاده، sometimes، احيانا، always، دائما، often، غالبا، never، ابدا، hardly ever، scarcely، نادرا. بعد كده نخش على الزمن الماضي البسيط، يتكون من التصريف الثاني للفعل، وقسمنا الافعال منتظم وغير منتظم. المنتظم سهل خالص، احط للفعل دي او اي دي او اي دي بقى ماضي، والغير منتظم هيتعبني شويه، احفظه مضارع احفظه ماضي. زي هي بلانتد ا فلاور، هو زرع ورد. استخدامه، حدث تم في وقت محدد في الماضي، حاجه حصلت في الماضي. احنا متفقين من زمان من المحاضره الاولى، اي حاجه حصلت في الماضي عددت الزمن، قلت الزمن يعني بتاع الحاجه اللي حصلت في الماضي احطها في زمن المضارع البسيط، الماضي البسيط. ما قلتش الزمن يبقى مضارع تاني. حدث تم في وقت محدد في الماضي، اي حاجه حصلت في الماضي. ان شاء الله لو من سنه، في ناس بتفتكر المضارع التام ان هي حاجه مرت مثلا من دقيقه، من اثنين، من ثلاثه، من اربعه، من خمسه. اقول لهم لا، اي حاجه حصلت في الماضي عموما. قلت الزمن احط الفعل زمن ماضي بسيط، ما قلتش الزمن احط الفعل زمن مضارع تاني. حدث تم في وقت محدد في الماضي، هي مت مي يسترداي، هو جبلني امبارح. شي كولد احمد انا وراجو، هي كلمت احمد، احمد هي كلمت احمد من ساعه. تاني استخدام، سرد احداث او قصه، اكيد لو بتحكي حدوته كل الاحداث ماضي. عادات كانت في الماضي، هي يوزد تو رايد ا بايك وين هي واز يونج، كان بيتعود يركب عجل وهو صغير، طبعا دلوقتي كبر وما ينفعش يركب ايه عجل او بطل يركب عجل، دي عاده في الماضي. السؤال طبعا خلاص احنا عرفنا، طالما واحنا بنشرح تكوين الزمن ما استخدمناش فعل مساعد او ناقص، يبقى انفي واسال الفعل دو. النفي ديد نوت مع الكل زائد مصدر. I didn't have lunch yesterday، واحد بيقول ما اتغديتش امبارح. The questions طبعا هسال بديد او دبليو اتش، احط كلمه استفهام وبعدين ديد. Did you go to احمد yesterday؟ هل انت رحت لاحمد امبارح؟ Yes I did، اه رحت. No I didn't، لا ما رحتش. When did you have a picnic؟ انت خدت نزهه خلويه او طلعت تمشي في الهواء امتى؟ قال yesterday، امبارح. الكي ووردز، الكلمات الداله على الماضي البسيط، yesterday، last زائد period، last زائد فتره، زي last week الاسبوع اللي فات، last year السنه اللي فاتت، last month الشهر اللي فات، last day اليوم اللي فات اللي هو yesterday يعني. او الفتره وبعدين ago، خلي بالنا من استخدام last وago. last بعدها الفتره، انما ago الفتره جايه.
البريزنت كونتينوس او المضارع المستمر يتكون من الفعل مضاف له اي ان جي بعد، بس نحط في الاول ام از ذو ار، ام از ذو ار زائد الفعل مضاف له اي ان جي. تكوين تاني، ام زائد اي زائد فينج، فينج اللي هي الفعل الفيرب مضاف له اي ان جي، اي ام ريدنج ا بوك، ريد يقرا نحط له اي ان جي، وطبعا ام مع ار. از طبعا مع الثلاثه اللي هم الهي والشي والات. هي از ويتنج فور منى، هو مستني منى او منتظر منى. She is sleeping in the bedroom. هي نايمة في أوضة النوم. It is drinking milk. القطة مثلا بتشرب اللبن أو الحليب. الـ are طبعا مع you, we, they. You are eating lunch. أنت عمال بتتغدى قدامي دلوقتي. We are talking about English grammar. إحنا عمال نتكلم أو بندرس قواعد اللغة الإنجليزية. They are playing in the yard. هم بيلعبوا في الإيه؟ الفنان. استخدام المضارع المستمر، حدث يحدث وقت الكلام. ساعة ما أنا بكلمك في حاجة بتحصل. يبقى استخدمها مضارع مستمر. listen they are shouting، اسمع ده في ناس بتزعج مع بعض. اكيد وانا بقول لك اسمع الناس دي لسه بتزعج لحد دلوقتي او بتتخانق مع بعض يعني. او وصف صوره look she is smiling in the picture، يعني بص للصوره دي هي بتضحك فيه. حد يقول لي طبعا استخدمنا هنا فعل بي في التكوين، يبقى نستخدم فعل بي في السؤال والنفي على طول. احنا حافظينها قاعده من زمان، اي تكوين اي تكوين اي زمن ما استخدمش فعل، ما استخدمتش فعل مساعد او ناقص استخدم فعل دو، استخدمت فعل مساعد استخدمه برضه في السؤال والنفي. هتبقى ام نوت زائد فينج اللي هو فيرب مضاف له اي ان جي، از نوت زائد اي ان جي، ار نوت زائد اي ان جي، اليس نو ام او از او ار زائد السبجكت الفاعل زائد فعل مضاف له اي ان جي. بقول لك ار يو ايتنج جام، هو انت عمال تاكل مربى؟ لو فعلا بتقول يس اي ام، لو لا ادو نو اي ام نوت. خلي بالنا اي يو تنزل في السؤال تنزل اي في الاجابه. دبليو اتش وات ار يو ايتنج، وانت بتاكل ايه؟ اقول لك اي ام ايتنج فيش اند رايس. الكي ووردز الكلمات الداله على زمن المضارع المستمر زي ناو، الان، لوك، اس لوك، انظر، ليسن، اسمع، اكيد بقول لك حاجه بتحصل. ذيس مومنت هذه اللحظه، او ات ذا بريزنت في المضارع. طب لحد دلوقتي في حد عنده اي سؤال؟ في حد عنده أي سؤال؟ حد عنده أي سؤال قبل ما نكمل المحاضرة الرابعة؟ إن شاء الله هنبدأ في المحاضرة الرابعة بعد شوية. حد عنده أي سؤال؟ حد عنده اي سؤال ولا نبدا في المحاضره الرابعه؟ طب اللي عاوزنا نبدا في المحاضره الرابعه على طول يضغط واحد. بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله هنبدا في المحاضره الرابعه. المحاضره احنا عارفين طبعا، احنا متعودين على حاجه، كل لما نبدا محاضره بنراجع على المحاضره اللي فاتت عشان برضو ده القاعده في دماغنا، او من كتر التكرار نفهم القاعده كويس. طبعا احنا عندنا الكاونتبل ناونز، هناخد النهارده الاسماء المعدوده والاسماء غير المعدوده. دي اول حاجه في المحاضره. الاسماء المعدوده اللي لها مفرد وجمع انا يعني اقدر اعدها، زي الباجز، الشنط، الحقائب. لو قدامنا مثلا 20 حقيبه اكيد هنقدر نعدها، ودايما بستخدم معاها الاي والاي والان قبليها لو مفرد، مع السنجلر يبقى اي وان. الحاجات اللي اقدر اعدها الكاونتبل المعدوده، الحاجات اللي لها مفرد وجمع زي باج باجز، بوي بويز، بوك بوكس. الانكاونتبل ناونز الاسماء الغير معدوده دايما تعامل معامله المفرد، تعامل معامله المفرد ولا يسبقها اي ادوات نكره، لا يسبقها لا اي ولا ان ولا اي حاجه من دول خالص. زي جلاس الجزاز، الجزاز ما بنعدش، واحد يقول لي مثلا ادي لوح جزاز 2 3 4.
هقول لك الحاجة اللي أنت عديتها بحاجة تانية يبقى هي ما في الأساس ما بتعدش. اللحمة مثلا بتتعد بالكيلو، يبقى اللحمة نفسها ما بتتعدش. احفظها قاعدة كده، أي وأي حاجة بتعدها بحاجة تانية يبقى الأصل ما بتعدش. زي باجج اللي هي الأمتعة أو الحقائب، واحد أقول الحقائب بتتعد، بس ساعات ما أقول لك كلمة باجج حقائب مثلا يعني، أو باجج مثلا، أنت إجا في دماغك حاجة واحدة ولا اتنين ولا تلاتة ولا أربعة ولا خمسة؟ فرنيتشر اللي هو الاساس، انت في دماغك ايه؟ كرسي ولا اتنين ولا ترابيزه ولا ثلاثه ولا اربعه؟ برضو كلام عام. يبقى اللي بنعد الكاونتابل اللي له مفرد وجمع، الانكاونتابل حاجه تعامل دايما معامله المفرد. احفظ قاعده كده، اللي ما بنعدش دايما مفرد. طيب بيقول لك في حاجات في الانجليزي دايما ما بتتعدش، زي انجر الغضب، كوكري اللي هو فن الطبخ او الطبخ، تشيس الشطرنج، تشاينا اللي هو الصينيه، بريد العيش، بليجر السعاده، ادفايز النصيحه، زي هير الشعر، هيلب المساعده، فود الطعام، دانسينج الكورج اللي هي الشجاعه، ديرت الديرت ولك الحظ، ماكاروني اللي هي المكرونه، بيل اللي هو القشره بتاعت الفاكهه او الحاجه اللي انت بتاكلها، سباجيتي اللي هي المكرونه سباجيتي، ستاف في مد اللي هو الطين، نيوز الاخبار، باركينج بروديوس الانتاج، صوب الصابون، ستيم البخار، وورك العام. طب في حاجات ممكن تتعد وممكن ما بتتعدش، يعني بوث كاونتبل اند ان كاونتبل الاثنين مع بعض، زي لايت الضوء، بيبر الورق، هير الشعر، كافي القهوه. السنجلر اند بلورال هناخد بعد كده الجزئيه الثانيه. خلاص اول جزئيه في المحاضره شرحنا الاسماء المعدوده والغير معدوده، تاني جزئية في المحاضرة هنشرح المفرد والجمع ونجيب الجمع بتاع الأسماء إزاي. قال لك most nouns make their plural by adding s، معظم الأسماء حط لها حرف الاس بقى الجمع، زي هورس حصان واحد، horses أحصنة، تري شجرة واحدة، trees أشجار، إج بيضة واحدة، إجز بيض، كار عربية واحدة، كارز عربيات، school schools، أبل أبلز. في كلمات بجمعها بإضافة إي إس زي المضارع البسيط برضو اللي آخرها هو آخر حرف في الكلمة أو حرفين، واحد من السبعة دول إس 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 إتش سي إتش أو إكس زي، زي براش آخرها إس إتش وببراشز فوق إي إس، بوكس بوكسز، تشيرش تشيرشز، فوكس فوكسز، دريس دريسز، بوتيتو بوتيتوز، هيرو هيروز. أي كلمة طبعا آخرها إف أو إف إي حجمعها بإضافة في إي إس، leaf ورقة شجر، leaves half يعني نصف، halves، wolf wolves، wife wives، knife knives، thief thieves، loaf loaves. أي واي قبلها ساكن احفظ عني القاعدة كده واحفظها على طول، أي واي في الدنيا قبلها ساكن بتتحذف، وأي واي قبلها متحرك بنسيبها، أي واي قبلها ساكن نحذفها ونحط. نكمل مع بعض. طبعا يبقى قلنا اي واي جاب لها ساكن بنحذفها ونحط اي اس، زي بيبي بيبيز، فلاي فلايز، ليدي ليديز، سيتي سيتيز، بودي بوديز، ستوري ستوريز. طبعا اي واي جاب لها متحرك بنسيبها ونحط اس، زي بوي بويز ومانكي مانكيز، الواي جاب لها اوي ومتحرك احط اس. نفتكر تاني الحروف المتحركه، الحروف المتحركه الاي والاي والاي واليو والاو، واي حرف من الخمسه واليو بساكن. في بعض الاسماء لا تتبع قاعده، في حاله بنحفظها مفرد ونحفظها جمع، زي مان من، وومن وومن، تشايلد تشيلدرن، شيب شيب، بيرسون بيبل، فوت فيت، توس تيس، دير دير، جوز جيز. في كلمات دايما جمع زي تراوزر بنطلون، جينز شورتس، بيجامز، سيسورز، جلاسز، بوليس. طبعا الزي اللي هي الديفينيت ارتكل، الديفينيت ارتكل الزي اللي هي اداه المعرفه زي الالف واللام في العربي، الزي اللي هي زي الالف واللام تيجي مع الوايت الوايتس اند ميجرز الادوات اللي هي الموازين والقياس، زي كلمه زلات تيجي قبل الالات الموسيقيه مثلا مثال ذا بيانو، تيجي قبل فئه من الناس زمان ان ذا ستريت، الراجل اللي قابلته في الشارع اكيد مش كل الناس قابلتها في الشارع، واحد معين بفتكره يعني،
او ذا وول از ان دينجر، الحيتان في خطر، من خطر الانقراض، يبقى او الحدود خطير يعني، يبقى اكيد بقصد حاجه معينه، فئه معينه من الناس او الحيوانات او الاشياء. فبتيجي كلمه ذا قبل الريفرز، اسماء الانهار واسماء البحار واسماء الجبال، تيجي قبل اسماء المنظمات الانستتيوشن زي المنظمات يعني، قبل الادجكتيفز اوف كواليتي، قبل صفات الجوده اللي هي بتقول ذا اولد مان، الرجل العجوز، بوصفه ان هو عجوز، يبقى قبل الصفات اللي بتدل على الكواليتي زي ذا يونج مان. قبل صفه التفضيل العليا اللي هي الصفه محطوط لها اي اس تي او موست، زائد الصفه ذا موست بيوتيفول جيرل، اكتر بنت جميله شافها يعني. يونيك اوبجكتيفز اللي هي الاسماء، اليونيك اوبجكتيفز اللي هي الاسماء اللي هي الفريده من نوعها زي ذا ايرث. قبل الاسماء اللي انا استخدمتها قبل كده، انا بقول لك اي نو ذا بوي ذات يو ميت، انا عرفت الولد اللي انت قابلته، الولد اكيد انا عارف انت قابلك ولد مثلا ضجر في الشارع، وانا قلت لك اي نو ذا بوي يو هاف ذات يو ميت، انا قابلت الولد اللي قابلك في الشارع او اللي عمل اللي ضايقك يعني، يعني حاجه انت عرفت، انت عارف الولد وانا عارفه، حاجه انت ذكرتها من قبل في المره الثانيه بتستخدم ذا. بيفور برضه نفس الكلام رقم 10، بيفور اناون اوريدي منشند، قبل حاجه انت قلت عليها قبل كده. هيز كار ساكد ا تري، ساكد ا تري يعني عربيتها خبطت شجره، ذا تري از بيج، الشجره اللي عربيتها خبطت فيها طلعت كبيره او كانت كبيره شويه. تو بريزنت ا بارتيكولار بيرسون، بتدل على شخص معين او انيمال، حيوان معين او شيء معين. وي سنت فور ذا دكتور، احنا رحنا للدكتور او حد بعتنا للدكتور. استخدام الاي والاي والان، طبعا الاي قبل الاسم البدأ بحرف ساكن، طبعا الاسم اللي له مفرد وجمع اللي هو اللي يعد، الاي قبل الاسم البدأ بحرف ساكن زي a book a teacher a car a university a uniform. الاي والان قبل الاسم البدأ بحرف متحرك زي an egg an apple an orange an hour ساعة an higher an higher low worries. قبل اسم مفرد له جمع an animal a cat a dog. قبل المهن باستخدام الاي والاي والان زي a teacher و an officer. قبل العبارات العددية a hundred a dozen a thousand. قبل النسبة والسرعة والثمن زي a kilo a hour a day an hour a day. قبل الصيحة والاندهاش what a hot day، اليوم الحار ده، أو what a pretty girl، البنت الجميلة، أو such a pretty، تدل على الشفقة يعني. كلمة one بتيجي مكان الـ A والـ A والـ N، بس قصدي عدد واحد لا غير، يعني مثلا بقول لك إيه I'd like one، هات لي واحدة، أو one day، يوم واحد، one night، ليلة واحد. طبعا ضمائر الفاعل اللي هم الاي والهي والشي والات، اي جو تو سكول، انا رحت المدرسه، ضمائر الفاعل اللي بتيجي مكان الاسم اللي بيدل على اللي عمل الحاجه يعني. اي جو تو سكول، انا اللي رحت المدرسه. هي از ا ستودنت، هو طالب. زي ار كليفر، هم اذكياء. شي جوز تو سكول، هي راحت المدرسه. اي وونت مور تي، هات لي شاي تاني، وانا عاوز شاي تاني. يو سيد ذات، انت قلت الكلام ده. الاوبجكتيف بروناونز او ضمائر المفعول زي مي وهم وهير وات ويو واس وزم، طبعا الاي مي، الهي هم، الشي هير، الات ات، اليو الوي اس وزي زم. بتيجي بعد الفعل المفعول دايما بقى في الانجليزي بعد الفعل او بعد حرف جر. اي سو هيم يسترداي، انا شفته امبارح. بعد سو الاي فاعل، سو فعل، هم ضمير مفعول اجى بعد الفعل. او اي جو تو سكول ويز علي، رحت المدرسه مع علي، يبقى سكول اللي هو المفعول اللي انا رحت ليه اجت بعد تو. او في المحادثات دونت بليم مي، ما تلومنيش، تيجي دايما المفعول بيجي في المحادثات. او بعد بات تو اكسبت، اي سو نو بودي بات هير، ما شفتش اي حد الا هي بس. طب عاوزين جمع للكلمات دي، كلمة هيرو جمعها ايه؟ يلا نقول في الشات، اللي عارف الجمع يقول في الشات. كلمة هيرو يعني بطل، حد يكتبها كده وهي مجموعة بالانجلش. تمام، هيرو الصح. موسكيتو، موسكيتو دي زي تدريب كده، كل محاضره ان شاء الله هناخد اسئله في الاخر. موسكيتو، طبعا هيروز بالاي اس مش بالاس بس.
لان اخرها حرف الاو، والام واحد من السبعه اللي هم الاس والاس اس اس اتش سي اتش او اكس زي، يبقى احط اي اس. موسكيتو. موسكيتو. موسكيتوز طبعا بالاي اس صح. ليدي. ليدي. طبعا ليدي الصح. بيبي. بيبي. طبعا بيبي صح. بالون. بالونز بالاس. بالونز. مان. كلمة مان جماعة ايه؟ مان. من صح. من صح. جوز. جوز. كلمة جوز. جوز. كلمة جوز جمع كلمة جوز خدناها في المحاضرة طبعا. جيز. بيرسون. كلمة بيرسون جمعها ايه؟ كلمة بيرسون جمعها لا بيبول مش بيرسونز. بيبول دي جمعها شاز. بيبول جمع كلمة بيرسون بيبول. طب آخر كلمة براش. براش آخر كلمة معانا. براش جمعها إيه؟ طبعا صح سوزا خلود صح طبعا. براشز لان اخرها اس اتش يبقى احط لها اي اس. اي حد عنده سؤال كده ان شاء الله خلصنا المحاضره رقم 4. لو في اي سؤال انا مستني مع حضرتك. انتظر حضراتكم لو في اي سؤال. في أي سؤال؟